Hello, dear pupils. This is your English teacher, Mrs. Khiyar. Hope you're doing well. اليوم إن شاء الله راح نكتبوا وضعيات إدماجية عن الوحدة الأولى اللي هي الحضارات القديمة أو Ancient Civilizations الموجهة لشعبات الآداب واللغات. كنا حلينا موضوع سابق على القناة، راح نحط لكم الرابط على الفيديو اللي ما شافش الحل. كنت وعدتكم أنه راح ندير لكم فيديو أخرى عن الوضعية الإدماجية أو Written Expression، واليوم إن شاء الله راح نوفي بالوعد ديالي ونكتبو وضعيتان إدماجيتان عن Topic 1 Topic 2 لهذا الموضوع اللي حليناه مقبل. لكن قبل ذلك لازم تعرفوا بعض الأمور. لكتابة وضعية إدماجية راح يطلبوا منكم كتابة A composition, an article, a speech أو a letter. يعني يكتبوا a composition هو مقال، تكتبوا an article أيضا مقال، a speech هو خطاب or a public statement، a letter هو رسالة. والسؤال راح يكون على النحو التالي: write a composition, write an article, write a speech, write a letter. Okay. Of about 70 words, 100 words, 120 words. 70 words يعني 7 أسطر، راح نحو هذاك الصفر باش نعرفوا عدد الأسطر. 100 كلمة 100 words هي 10 أسطر، 120 كلمة 12 سطر إلى آخره. ثم راح يطلبوا منكم topic أو الموضوع about or on، ويطلبوا منكم على من تكتبوا. راح تتسألوا وش هو الفرق بين composition, an article, a speech, a letter. أولا الفرق راح يكون في المنهجية، يعني منهجية كتابة الفقرة. A composition, a letter or a speech، الهيكلة تاع الفقرة تاعنا راح تكون فيها عدة فقرات. شوفوا معي هنايا الانترودكشن أو المقدمة تبدأ بفراغ ثم نكتبوا المقدمة، المضمون أو البادي راح يكون فراغ ثم نكتب المضمون، والخاتمة راح تكون فراغ ثم كتابة الخاتمة. بالنسبة للأرتيكل والباراجراف راح يكونوا فقرة واحدة، يعني راح يكون فراغ واحد ثم كتابة الوضعية الإدماجية. وهنا شفتوني كتبت a letter, a speech في الجزء اللي فيه عدة فقرات، وكتبتها أيضا في الجزء اللي فيه فقرة واحدة، يعني طريقتان مقبولتان. إلا بالنسبة للcomposition أو الارتيكل عندهم منهجية مغايرة. الآن راح نشوفوا the essay structure أو منهجية كتابة الوضعيات الإدماجية. الوضعية الإدماجية عندها منهجية وعندها طريقة للكتابة. كل وضعية إدماجية راح يكون فيها مقدمة، مضمون وخاتمة. introduction هي المقدمة. في المقدمة راح تكون ما بين سطرين إلى 3 أسطر، راح نعرفوا فيها المضمون أو نقدموا فيها الموضوع ديالنا. وفي المقدمة مع الأخير دائما كاين thesis statement أو تلخيص الفكرة أو مدخل للموضوع. thesis statement هي عبارة عن جملة راح بها ننتقلوا إلى البادي أو المضمون، يعني راح الإنسان المصحح أو اللي راح يقرأ هذه الفقرة بهذا thesis statement بهذا الجملة راح يعرف عليه من راح نتكلمه في المضمون. نروح للبادي. البادي يقدر يكون أو المضمون يقدر يكون عبارة عن فقرة واحدة أو عدة فقرات، يعني body paragraph number 1 paragraph number 2 paragraph number 3، يعني على حسب المطلوب. طلبوا منا نكتبوا الأسباب والنتائج. الأسباب في المضمون أو body نحطوها في فقرة، والنتائج نحطوها في فقرة. طلبوا منا نكتبوا على شيء واحد، مثلا يطلبوا منا نهضروا على نتائج الكوربشن أو نتائج الفساد، راح نحطها في فقرة واحدة فقط، يعني على حسب المطلوب. هنا في البادي كل paragraph أو كل فقرة في المضمون يكون عندها topic sentence و supporting sentences. topic sentence for example راح يطلبوا منا نكتبوا على الأسباب والنتائج. topic sentence هي الجملة الأولى اللي راح نقولوا فيها بلي الفساد عنده أسباب. Corruption has many causes. هذه هي topic sentence اللي راح تعرفنا على الأفكار اللي راح نحطوهم بعد هذا topic sentence اللي نقول لهم supporting sentences، يعني الجمل اللي يقولوا نقولوا فيهم الأسباب وشنو هما. كل فقرة فيها نفس الشيء topic sentence supporting sentences. والsupporting sentences هادوما
يقولوا لهم the details التفاصيل، لازم يكون فيهم أمور مهمة جدا اللي هي the use of examples، يعني استعمال الأمثلة. وباش نستعملوا الأمثلة؟ باش نقولوا مثلا، راح نستعملوا such as، for instance، for example، راح نوعوا في هذه الكلمات، يعني ماشي كل مرة نقول such as such as، مرة نقول such as، مرة نقول for instance إلى آخره. لازم نستعملوا في هاد supporting sentences the use of grammatical connectors، يعني قواعد اللغة اللي قريناهم في السنة الدراسية كلها راح نستعملوا منها بعض القواعد، مثلا concession اللي هي although، though، despite، in spite of إلى آخره. راح نستعملوا providing that، راح نستعملوا wish، راح نستعملوا روابط تاع cause and consequence، يعني لازم تستغلوا هادوك قواعد اللي رجعتوهم. أمر آخر مهم هو استعمال time sequencers. time sequencers هما روابط زمنية باش ننتقلوا من جملة إلى جملة أو من فقرة إلى فقرة، يعني باش ننتقلوا من الفقرة الأولى إلى الفقرة الثانية. في الفقرة الأولى راح نستعملوا to begin with، first أو firstly. باش نستعملوا أو ننتقلوا إلى الفقرة الثانية راح نقولوا second أو secondly، ثانيا، ثالثا، third، thirdly، رابعا، fourth، fourthly إلى آخره. كي نكونوا نتحدثوا في الفقرات على أمور أو على تفاصيل راح نستعملوا next، معناتها أيضا، and أيضا، as well as أيضا، besides اللي تاني تعني أيضا، also أيضا، moreover أكثر من ذلك أو زيادة على ذلك، in addition إضافة إلى ذلك، furthermore إلى آخره. والpunctuation في الأخير تعتبر جد مهمة، يعني باش تنتقل من جملة إلى جملة لازم لك نقطة، باش تنتقل من فكرة صغيرة إلى فكرة أخرى راح تستعمل الفاصلة، يعني هاد الأمور عليها التنقيط مهمة جدا، لازم تاخدوها بعين الاعتبار. وفي الأخير عدنا the conclusion اللي هي الخاتمة، واللي تكون a summary of the previous ideas in two or three sentences، هو تلخيص للنقاط اللي ذكرناهم في البادي أو في المضمون، راح تكون ما بين سطرين إلى ثلاثة أسطر كحد أقصى. راح نستعملوا فيها time sequencers اللي هما to conclude، all in all، finally، هادوما باش يعبروا على الخاتمة، يعني للختام، نهاية، all in all معناتها عموما. إذن لازم تنتبهوا لهذه الأمور اللي ذكرتها لأنه عليها تنقيط، والإنسان اللي يكون ضعيف ما يعرفش يكتب هذه الأمور يستعملها أو يستعمل المنهجية الصحيحة وطريقة الصحيحة، إذا كان أدبي راح بها يتحصل على 3 نقاط، إذا كان علمي راح يتحصل حتى 2.5، يعني نصف العلامة. نروح الآن نكتبوا وضعية إدماجية على topic 1 للموضوع اللي حليناه ما قبل. Topic 1 يقول One of the major achievements of the Sumerian civilization was the invention of a sophisticated irrigation system. Using the following notes, write a composition of about 80 to 100 words on how Sumerians developed irrigation and state some of its benefits. عطونا هنا بعض النقاط اللي ممكن تساعدنا: arid land and dry climate, river floods, fields too high to receive water, feeding the population, controlling overflows, construction of dams and reservoirs. الأمر الأول اللي لازم تديروه قبل كتابة وضعية الإدماجية، لازم تعرفوا الكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية هي الكلمات المهمة اللي لازم نركزوا عليها لكتابة الوضعية الإدماجية. هنا مثلا عندنا One of the major achievements. Achievements هنا عندنا مرادفات هما contributions, accomplishments, fulfillments, realizations اللي هما الإنجازات. Achievements of the Sumerian civilization. عندنا كلمة مفتاحية أخرى اللي هي the Sumerian civilization. يعني راح نهضروا على هذه الحضارة السومرية، ماشي على حضارة أخرى. Was the invention of sophisticated irrigation. Sophisticated يعني developed، متطورة، well made يعني مصنوعة بطريقة جيدة ممتازة، perfectly made. Irrigation هو نظام السقي. System of irrigation is to water lands and fields in order to grow crops. سقي، to water، سقي الأراضي من أجل الحصول على المحاصيل، crops هما المحاصيل. يعني من أهم إنجازات الحضارة السومرية هو نظام السقي.
ثم قالوا لنا write a composition. هنا a composition هي كلمة مفتاحية أخرى، لأنه طلبوا منا composition ما طلبوش منا letter أو speech أو article. هذه النقطة جدا مهمة، so ركزوا عليها. composition كما تحدثنا مقبل عندها منهجية خاصة بها. about 80 to 100 يعني ما بين 8 أسطر و10 أسطر. راح نتحدثوا عن how Sumerians developed irrigation، كيف الحضارة السومرية طورت من نظام السقي. and state، هنا قالونا state يعني حطوا برك المعلومات، يعني ما راحش نستعملوا طريقة جدلية، ما راحش نقولوا باللي مليحة ولا ماشي مليحة، راح فقط نحطوا state، نحطوا معلومات. some of its benefits، ثم راح نزيدوا الأمور الإيجابية اللي خلفتها هاد أو خلفها هذا النظام. benefits هما advantages يعني الأمور الإيجابية. هنا هاد الكلمات اللي حطيتها لكم ممكن تستعملوها لتجنب التكرار repetition. بالنسبة للنقاط اللي عطوها لنا في الامتحان لكتابة وضعية الإدماجية، ما رحش نحطوها كما عطوها لنا، راح نستعملوها ثم راح نزيدوا فيها التفاصيل. يعني نحطوا a red land and dry climate، أرض قاحلة ومناخ جاف، ما نحطوهاش هكذا، راح نزيدوا بعض التفاصيل وراح نشوفوها كيفاش درناها في الفقرة تاعنا. إذا راح ننتبهوا write a composition وراح نحطوا معلومات state. الفقرة تاعنا راح تكون a composition يعني فقرة فيها فراغ introduction، فراغ body، فراغ conclusion. وبما أنه طلبوا منا نهضروا على system of irrigation وشنو هو، راح نحطوه في المضمون أو البادي نحطوه في فقرة، وطلبوا منا أيضا نهضروا على benefits يعني حنحطوها في فقرة واحدة. وحتى لو أنه حطيتوا irrigation system والbenefits في فقرة واحدة راح تعتبر مقبولة. نبدأ بالintroduction. Long centuries ago many civilizations had developed numerous systems and ways in order to better their agricultural lives. يعني من قرون عدة حضارات عديدة طورت أنظمة كثيرة لتحسين لتحسين حياتهم الزراعية agricultural. However, لكن the Sumerians had one of the most noticeable systems that have ever existed, known as the irrigation system. This method had great benefits on both its people and the upcoming generations. لاحظوا معي هنا the thesis statement أو الجملة اللي راح تعرفنا على الموضوع راهي في الأخير. The Sumerians had one of the most noticeable systems، يعني رانا نعرفوا عليه من راح نتكلموا، ليه كانت الحضارة السومرية عندها واحد من أروع الأنظمة اللي معروفة في الزراعة، اللي معروفة بنظام السقي the irrigation system. هذه الطريقة كان عندها جوانب إيجابية on both، had great benefits on both its people، على الشعب ديالها، and the upcoming generations يعني على الأجيال اللي جات موراها. شوفوا هنا يا البانكتوياشن أو النقاط والفاصلة والكابيتال لتر يعني الحروف الكبيرة، كما هنا يا long centuries، long درنا L capital letter لأنه بدينا بها، however جات بعد النقطة إذن الأش رح يكون capital letter. وأيضا كي يكونوا الأسماء يقولوا لهم أسماء العلم كما Sumerians رح الأس يكون capital letter. الآن رحوا للمضمون، نخلو فراغ ثم نبدأ بالفقرة الأولى. The region of Sumer was located in Mesopotamia as one of its major cities. It had an arid land and dry climate. هنا عطاوهلنا هذه النقطة arid land and dry climate، راح نطوروا فيها that led اللي قادت to the drought of its lands، جفاف الأراضي بسبب هذا المناخ والجو. That's why، شوفوا كيفاش ننتقلوا من فقرة إلى أخرى. نقطة that's why the Sumerians had created a system of irrigation using the overflow of the Tigris and Euphrates rivers to water their fields and consequently grow crops and eventually feed their population. يعني فقرة مبسطة وواضحة جدا، راح نستعملوا هنا بعض الروابط كما that's why، لهذا السبب سومريين
طوروا بسبب الجفاف طوروا نظام اللي هو نظام السقي باستعمال using the overflow باستعمال نهري دجلة والفرات Tigris and Euphrates rivers من أجل السقي سقي الأراضي and consequently شوفوا هنا استعملنا consequently اللي هي تعبير عن النتيجة ورابط connector يعبر عن النتيجة بالنتيجة grow crops المحاصيل تنمو and eventually تاني هذا رابط يعني بعد ذلك لاحقا feed their population يغذي الشعب ديالهم نروحوا للفقرة الثانية اللي تهضر على benefits أو الإيجابيات إيجابيات system of irrigation this great work لاحظوا لي capital letter T راه capital letter لأنه في بداية الجملة had many benefits on both the citizens of that civilization and even on the next generations. هذه هي a topic sentence يعني الجملة اللي تعرفنا على واش راح نهضروا من بعد ثم راح نحطوا supporting sentences أو الجمل اللي تدعم هذا topic sentence من خلال بعض الأمثلة من خلال الروابط Early settlers in Mesopotamia started to gather in small villages and towns. السكان بدأوا يتمركزوا أو يتجمعوا to gather in small villages في قرى صغيرة. As they learned how to irrigate land and grow crops, يعني تعلموا كيفاش يسقيوا دونك ولاو يكونوا قبائل من مجموعات. To grow crops on large farms, the towns grow bigger. المناطق أو القرى كبرت بسرعة. Moreover, شوفوا باش ننتقلوا من فكرة إلى أخرى استعملنا رابط time sequencer اللي هو moreover إضافة إلى ذلك. It was such a well-made system that it lasted till our modern days. يعني هذا النظام كان من قرون بعيدة ومازال متواجد لحد الآن. نروح للخاتمة اللي راح تكون Modern day agriculture owes a lot to the Sumerians' invention of the irrigation system يعني احنا الآن اللي رانا عايشين الآن مدينين كثيرا للحضارة السومرية بسبب هذا الانفنشن أو الاختراع It helped in exploiting land ساعدت في استغلال الأراضي and gave the Sumerians the title of the first human civilization on earth وهذا الأمر خلى الحضارة السومرية تكون من أول الحضارات المعروفة في التاريخ نروح لتوبيك 2 The Minister of Education is visiting your school You have been chosen to deliver a speech on violence in schools Write a speech of about 80 to 100 words on that phenomenon. شوفوا الكلمات المفتاحية للtopic 2 هما to deliver speech يعني راح تلقي خطاب on violence in schools يعني العنف في المدارس. Write a speech يعني راح تكتب خطاب. هذه ثلاث كلمات مفتاحية لكتابة الوضعية الإدماجية الثانية. راح يكون ما بين 80 و100 كلمة يعني ما بين 8 و10 أسطر تبعوا معايا المنهجية الصحيحة لكتابة خطاب أو a speech speech تاعنا راح دائما يبدأ dear يعني عزيزي دونك هنا dear احنا قلونا جاكم minister of education وزير التربية يعني راح نلقوا خطاب لوزير التربية ومعه تلاميذ لأنه راح يكون جالس معهم راح نقولوا dear minister of education and pupils هنا الخطاب تاعنا يقدر يكون فقرة واحدة كما قلوا الارتيكل نفس الشيء أو تقدروا تقسموه إلى فقرات يعني فراغ introduction فراغ body مضمون فراغ خاتمة نفس الشيء First of all, I would like to thank you for joining me today to talk about a serious phenomenon, which is violence in schools. هذه هي المقدمة. قلنا هنا أولاً نشكركم على الحضور ديالكم اليوم لتحدث عن ظاهرة serious جدية اللي هي العنف في المدارس. نروح الآن للمضمون. Violence has risen to be a serious problem in many countries over the recent years. يعني العنف في المدارس
عرف تصاعد كبير في الآونة الأخيرة في بلدان كثيرة. It is considered as both يعتبر physical attack as kicking and slapping or moral attack like bullying and cursing. يعني يعتبر عنف جسدي مثل ضرب kicking and slapping هو الصفع, أو moral attack يعني عنف معنوي like bullying. bullying هو التنمر أو الاستهزاء بالآخر عن طريق الكلمات بديئة, أو cursing. cursing هو السب والشتم. done by violent children or teenagers towards others يعني يقوم به أطفال عنيفين violent أو teenagers هما المراهقين towards others يعني مقابل الآخرين يعني يقوم به مع زملائهم الآخرين. It leaves teachers, students and even their parents nervous about their safety in these schools. يعني يخلي الأساتذة والتلاميذ وحتى الأولياء مقلقين من على أولادهم يعني على السيفتي الحماية تحو في هذه المدارس. Today I was given the chance to make a call to anyone who tends to use violence towards innocent classmates or friends at schools. يعني أنا في هذا الخطاب راح نستعمل كثيرا ضمير I and we في الخطاب speech راح تستعملوا هاد الضميرين بكثرة. هنا قال I was given the chance أو حنا رانا نقولوا أعطوني فرصة باش نوجه نداء a call لكل التلاميذ أو الناس اللي تستعمل العنف في المدارس مع الـ innocent classmates ولا الأصدقاء الـ innocent الأبرياء. We should live in a peaceful environment. لا هنا أنا استعمل قاعدة من قواعد اللي قريناها في السنة الدراسية وهي advice model should نصيحة should أنه نعيش في peaceful environment في محيط سلمي مليء بالحب والعلم والتضامن unity. The administrative staff at schools and parents had better قاعدة أخرى had better هي advice نصيحة. نصيحة للadministrative staff يعني الإدارة والأولياء أنه had better collaborate يتعاونوا and put strict regulations and punish any child or teenager who does harm to others. يعني يركزوا هنا على الزمن زمن المضارع هنا who does ترجع الchild والteenager الطفل والمراهق ليعمل نستعمل زمن المضارع لأنه رانا نهضروا على أحداث أو facts. Who does harm to others يعني لازم يحطوا قوانين صارمة للتلاميذ اللي يقوموا أو المراهقين والأطفال اللي يقوموا بالعنف ضد الآخرين. They also should put cameras at classrooms and school yards to supervise any bad actions. يعني هنا رانا نمدو نصائح وهذه طريقة جيدة لكتابة وضعية إدماجية speech خطاب. لازم يحطوا كاميرات مراقبة في الأقسام وفي الساحات لمراقبة أي عمل خطير أو bad سيء. Schools should not be a place of fear. المدارس ما لازمش تكون منطقة للخوف. It should be a place where students enjoy themselves. لازم تكون مكان وين التلاميذ يستمتعوا بالأوقات تاعهم. But because of the uprising violence throughout the school system, it is now the place where children fear to go. لكن من خلال تصاعد العنف التلاميذ يخافوا يروحوا للمدارس يقراوا. To conclude, للختام, youth violence is a considerable public problem that affects thousands of young people each day. هو youth violence العنف بين الشباب هو أمر خطير اللي أثر على الآلاف من التلاميذ أو من الناس every day. I wish هنا نستعملوا الدرس الwish. I wish children أن يتمنى الأطفال والمراهقين and teenagers stopped doing harm. ركزوا لي على القاعدة وكيفاش تكون منهجية صحيحة لهذه القاعدة. نتمنى يتوقفوا على عمل أو أدية الآخرين to doing harm to others and I wish we could put our hands together to eradicate this aggressive behavior. ونتمنى أنه نحطوا يدينا مع بعض لمحاربة والقضاء على هذا aggressive behavior السلوك العنيف.
لاحظوا معايا هنايا انه ما استعملتش التكرار aggressive behavior، استعملت من قبل attack وبعد عوضته ب aggressive behavior. يعني حذاري من التكرار في كتابة الوضعيات الإدماجية، عوضوها بالمرادفات باش تعطي للمنهجية أو الوضعية تاعكم تعطي لها جمالية.